والوزارة الجادة بدراسة هذا الملف لخطة أوسع من هذا، واللي هي خطة مشروع طريق التنمية، اللي راح تكون خطوط أو قطارات هي خطوط منعزلة يتم ربط المحافظات الأخرى التي لم ترتبط بطريق التنمية بهذا المشروع وفق الرؤية اللي وضعتها الحكومة العراقية. لا ننسى أن مشروع طريق التنمية هو مشروع رائد حيوي، راح يكون هو إحياء لعملية الخطوط عملية النقل فيما يخص الخطوط السككية وكذلك البرية. ومن أهم مميزات هذا المشروع أن يكون هنالك مصانع ومعامل على جانبي الطريق. لا ننسى أن المشروع راح يخدم فعليا 27 مليون عراقي، راح يكون هنالك أكثر من 100 ألف عامل عراقي. إحنا لما نقول عامل عراقي لربما يتصور الآخرون أنهم عمال مثل ما أشرهم بعض المحللين عمال تحميل وتفريغ، لا بالعكس، ربما يكون هنالك خبراء ومهندسين ومختصين في قطاع النقل وفي قطاع السكك وفي قطاع البري لهذا المشروع المهم والحيوي. لا ننسى أن هنالك عدد من المطارات اللي موجودة بالعراق، المطارات الحيوية، وبالإمكان ربطها بهذا المشروع. هنالك تقدم في مطار الناصرية اللي هو يعتبر من المشاريع المهمة في قطاع النقل اللي كان متوقف لعدد من السنين، وكذلك هنالك عملية إنجاز في مطار الموصل، أيضا هنالك إنجاز في مطار كربلاء المقدسة، بالإضافة إلى خطة وزارة النقل وخطة الحكومة العراقية لإعادة تأهيل مطار بغداد الدولي.